والوحي قد يكون من الإنسان إلى إنسان آخر، لكنه بالإشارة وبالقول. فأما القول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأما الدليل على أن الإشارة تكون وحيا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. من هو الموحي؟ زكريا عليه السلام، ولذا قال تعالى عنه قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة